انفتح باب القصايد والمعاني والمعاني اسم ابويا راعي من الجزيلة الجزيلة الله 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 انفتح باب القصايد والمعاني باسم ابويا راعي من الجزيلة الكريم اللي يكرم كل حاني ويرزقي من طيب راسي للثقيلة عبد الرحمن اللي كم اسهل اليماني شايف انت خرب وقفتك قبيلة سيرتك يسمع بها يا سوداني يكرم من الغيث في عرض المخيلة جعلي يفتى وقتك خف الهداني الضعيف اللي عباني ما تشيله ابو سليمان ما يرضى الهواني لا قرب خش بس نادي من الفتيلة له معالج وادي قدر وله مكاني نفتخر فعلى المواقف الجليلة المراجل في عريبين المجاني الحرار اللي على راسه طويلة عشرهم بالطيب ما تنجح ثماني كل يوم فاتحين بابه وليلة كل يوم فاتح بابه وليله كل يوم فاتح بابه وليله انفتح باب القصايد والمعاني باسم ابوي راعيه من الجزيله الكريم اللي يكرم كل حاني ويرزقي من طيب راسي للثقيله عبد الرحمن اللي كم اسهل اليماني شايف انت فخر بوقفتك قبيله سيرتك يسمع بها قاصي وداني يكرم من الغيث في عرض المخيله جعلي يفدى وقفتك خف الهداني الضعيف ابو سليمان ما يرضى الهواني لا قرب خش بس نادي من الفتيلة له معالج وادي قدر وله مكاني نفتخر فعلى المواقف الجليلة المراجل في عريبين المجاني الحرار اللي على راسه طويلة عشرهم بالطيب ما تنجح ثماني كل يوم فاتح بابه وليلة كل يوم فاتح بابه وليلة